أهلا بيكم متابعين الأعزاء. حريق المستشفى العام بكفر الشيخ ونقل 11 حالة. إليكم التفاصيل. تمكنت الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ باستخدام عدد من السيارات لإخماد الحريق الذي شب بعناية الباطنة بالدور الثاني بمستشفى كفر الشيخ العام، بعد أن تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إشارة بنشوب الحريق، وتوجهت على الفور كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة ومديرية الصحة لمتابعة آثار الحريق وآثاره والخسائر التي نتجت عنه سواء في الأرواح أو الأجهزة بالعناية المركزة. ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة إعداد تقرير بالواقعة. وتفقد تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ أعمال إخماد الحريق الذي شهدته عناية البطنية بالدور الثاني للمستشفى بسبب ماس كهربائي بسيارات الدفاع المدني. جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفر الشيخ والمهندسة عايدة ماضي والسكرتير المساعد والدكتور وائل أبو المجد. وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي مما أدى لنشوب النيران بالعناية المركزة عناية البطنة. وما زال محافظ كفر الشيخ يتفقد الأقسام. يا رب ألطف وسلم ويحفظ الجميع.